تدري ان الحجاج ابن يوسف الثقفي تربى على قراءة القرآن وتفسير القرآن، ومو بس كذا بل حفظ القرآن كامل قبل ان يصل لسن الرشد، ولما كبر صار معلم للصبيان مثل ما كان والده سابقا يعلم الاطفال القرآن وتفسير القرآن والحديث والفصاحة. لكن بعد ما تعدى عمر هذا الشاب 25 سنة قرر الخروج من الطائف وترك عمل تعليم الاطفال بهدف الحصول على اعمال كبيرة او مناصب سياسية. وفي نفس ذلك الوقت كانت الدولة الإسلامية تمر بتقلبات سياسية قوية جدا بسبب صراع خليفتين في نفس الوقت، وكانت هذه العائلتين التي تتصارع على حكم الدولة هي الزبيريين والأمويين. الزبيريين كانت تحت حكم عبد الله ابن الزبير ابن الصحابي الجليل الزبير ابن العوام، وكانت الدول التي تحت قبضة الزبيريين هي العراق والحجاز. أما الأمويين كانت تحت حكم مروان ابن الحكم وابنه عبد الملك ابن مروان، وكانت في قبضتهم مصر والشام، دولة فيها الزهد والعلماء وأبناء أصحاب رسول الله، ودولة فيها القوة والجيوش الكبيرة. وكان الحجاج في هذا الوقت يفكر في الانضمام لواحدة من بين هذه الدولتين لأجل السعي خلف الأهداف الشخصية، مستغلا ما يملك من فصاحة وثقافة وحفظ للقرآن الكريم. والسؤال الأهم يا صاحبي، كيف تحول الحجاج من رجل دين إلى رجل سفاح وظالم لأبعد الحدود؟ وما هي الحقيقة خلف ضربه بالمنجنيق للكعبة؟ وهل فعلا كان يقتل أبناء أصحاب الرسول ويصلب جثثهم؟ والأهم من هذا، كيف كانت نهايته المأساوية مع المرض الغريب الذي أصابه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسن بكري من قناة شخصية اليوم، القناة التي تهدف لنشر الثقافة بشكل الدراما. فإذا أردت أن تغذي جانبك الثقافي في شخصيات مختلفة لا تنسى الاشتراك في هذه القناة. حلقة اليوم يا صاحبي مختلفة بمعنى الكلمة، مختلفة لدرجة أنه هنالك قرار بمنع مشاهدة هذه الحلقة في حال عدم وجود كوب قهوة بارد، لأن الحرارة الناتجة من هذه الحلقة بتكون عالية جدا. يلا الله نبدأ. قبل ما نكمل في مسار قصة الحجاج لازم تفهم حاجة مهمة جدا. عبد الله بن الزبير رفض مبايعة الأمويين وأعلن نفسه خليفة على المسلمين في ظل وجود خليفة أموي، لأنه كان يشوف أن الأمويين ليسوا أهلا للحكم وتسببوا في فتن كثيرة، وأن سعيهم سياسي أكثر من ديني لخدمة المسلمين والإسلام. ورفض عبد الله بن الزبير لحكمهم تسبب بغضب شديد جدا من الأمويين لدرجة أنهم أصبحوا يسعون لقتله. وفكرة قتل عبد الله بن الزبير بحد ذاتها فكرة خطيرة جدا. ليش؟ لأنه ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر، وجده هو صديق رسول الله وأول رجل بعد الأنبياء وأول مبشر بالجنة، وخالته هي أم المؤمنين وزوجة الرسول عائشة رضي الله عنها. وعشان كذا كانت فكرة غريبة وخطيرة جدا. الأمويين كان بالنسبة لهم مهم جدا قتل عبد الله بن الزبير عشان يكون عبرة لأي رجل يحاول أن يقيم دولة ضد دولتهم. وفي نفس الوقت كانوا خايفين من انقلاب الشعب وأهل الدين بسبب قتل رجل بهذه المكانة. ولما عرف الحجاج عن هذا الموقف قال بس أنا راح أنضم للدولة الأموية وراح أقتل أي أحد أحتاج عشان أوصل للمناصب العالية في الدولة الأموية، ما يهمني إذا كان صحابي أو ابن صحابي أو حفيد أبو بكر، ما يهمني. الحجاج عرف إيش اللي تحتاج الدولة الأموية وحس إنه بيكون المنقذ لهذا الموقف، راح أكمل المهمة اللي خايفين منها الدولة الأموية. وفعلا انضم الحجاج إلى صفوف الدولة الأموية، انضم إلى شرطة الدولة وتنقل بين المناصب لين صار قائد الشرطة. وبعد ما وصل لمكانة عالية بين الأمويين راح الحجاج لعبد الملك ابن مروان حاكم الدولة الأموية وقال له السلام عليكم، سمعت أنكم طالبين قاتل مأجور لقتل عبد الله بن الزبير والكل رافض وخايف من هذه المهمة، وأحب أبشرك أنا ما يهمني مين يكون أو مين أبوه، تبغوني أقتله راح أقتله مقابل أنكم تعطوني مكانة عالية بينكم وأكون خدامكم وبين أيديكم. فقال له عبد الملك ابن مروان ممتاز جدا Good boy. من اليوم رايح بتكون مثل الخاتم في إصبعي، أي حاجة راح أحتاجها راح تنفذها وراح تكون يدي اليمين، أنا أحتاج رجل مثلك، فصيح يحب الناس أن يسمع لكلامه وجريء وقوي ولا يخاف عند سفك الدماء. لكن
لكن قبل ما نقتل عبد الله بن الزبير راح نقتل اخوه مصعب بن الزبير. يعني اول حاجه بنخلي العراق في يدنا، وبعدها نروح لمكه عشان نكمل المهمه ونقتل الزبير ونتخلص بكذا من دوله الزبيريين كامله. وفعلا بدا قائد الشرطه الحجاج بن يوسف بتجهيز الجيش، واثناء تجهيز الجيش قال الحجاج ليش مو كل الشعب يشارك في الجيش، احنا نحتاج عدد كبير. فبدا ينادي في الشعب: يا ايها الناس، يجب على جميعكم المشاركه في الجيش لاجل قتال مصعب بن الزبير في العراق، واللي ما راح ينضم منكم راح يكون له عقاب قاسي. وطبعا الشعب الاموي ما عطوه اي اهتمام، في جيش بيحارب، احنا تجار وعمال ما حد بيفيدنا او بيجبرنا على حاجه، وبرضه احنا ما نبغى نحارب مسلمين زينا، وعشان كذا خلي الجيش يطلع يقاتل واحنا بنجلس في الشام مرتاحين. ولما عرف الحجاج بعدم تعاون الشعب في الانضمام للجيش نزل من الخيل واختار واحد عشوائي من عامه الشعب، وفجاه ضربه بالسيف لين فصل الراس عن الجسد. متخيل الجراه والوحشيه اللي عنده يقطع راس مسلم بدون سبب بس عشانه رفض انه يحارب في الجيش؟ حاجه مو طبيعيه. طبعا الشعب باكمله تجند وانضم للجيش في تلك اللحظه خوفا من هذا القائد اللي ما عنده مشاعر. ثم بعد ذلك خرجت الجيوش الامويه بقياده عبد الملك بن مروان في ظل وجود الحجاج كقائد لاحدى الكتائب، متجهين الى مصعب ابن الزبير في العراق. وفعلا وصل جيش عبد الملك ابن مروان، وبدا القتال بين المسلمين والمسلمين في معركه شهيره عرفت باسم دير الجاثليق، والتي انتهت بانتصار عبد الملك ابن مروان وقتل مصعب ابن الزبير. وبعد المعركة أمر عبد الملك ابن مروان الحجاج بقطع رأس مصعب ابن الزبير وإرسال رأسه إلى مكة عند أخوه عبد الله بن الزبير. طبعا الحين عبد الملك صار مسيطر على العراق، وقام بتعيين أخوه بشر ابن مروان حاكم للعراق، وأصبح الحجاج ذو مكانة عالية جدا بين الحكام الأمويين. وفي نفس ذلك الوقت كان عبد الملك يفكر في إرسال الجيش إلى مكة لقتل عبد الله ابن الزبير. وأكيد أنت مستوعب يا صاحبي مدى صعوبة هذه المهمة وجرائتها، كيف تفكر أنك تهجم على مكة وانت حاكم مسلم؟ لكن الحل كان بسيط جدا، نخلي البلاوي كلها في ظهر الحجاج. يلا يا حجاج انطلق إلى مكة، حاصرها وسوي كل اللي تحتاجه عشان نحكمها، وأهم حاجة أنك تقتل عبد الله بن الزبير. وفعلا انطلق الحجاج إلى مكة بجيش عظيم جدا، بدأ بمحاصرة مكة من كل الاتجاهات مدة 5 أشهر، وفي هذه الأشهر كان يمنع دخول الماء والأكل إلى مكة، وكان يضرب بالمنجنيق في أهل مكة وأبناء أصحاب الرسول وفي الكعبة نفسها. متخيل كمية الوحشية؟ حاجة مو طبيعية. وطبعا بعد هذا الحصار وتجويع شعب مكة أمر الحجاج الجيوش الأموية بالدخول إلى قلب مكة وقتل كل من يجده في أمامه إلى أن تمكن من قتل عبد الله ابن الزبير. وتتوقع أنه اكتفى بالسيطرة على مكة وقتل عبد الله بن الزبير؟ لا يا صاحبي ما اكتفى، يبغى يسوي أتم عمل عشان يرضي عبد الملك ابن مروان، وعشان كذا قام بقطع جثة رأس عبد الله ابن الزبير وقام بصلبه في مكة بدون رأس، وأرسل بعد ذلك رأسه إلى عبد الملك ابن مروان موضحا أنه قد أتم المهمة على أتم شكل. وبهذا أصبح الحجاج حاكم ومسؤول على الحجاز في ظل حكم عبد الملك ابن مروان، وكانت هذه من أسوأ الفترات التي مرت على أهل مكة، يحكم بظلم وقتل وسفك للدماء. وفين يا صاحبي في مكة بين المحدثين والعلماء والتابعين والرجال الصالحين وأبناء أصحاب الرسول؟ يعني تخيل في ظل وجود هؤلاء الرجال يكون الحجاج ابن يوسف هو الحاكم. كان أهل الحجاز يرسلون خطابات إلى عبد الملك ابن مروان يطالبونه بتغيير الحجاج عشان يقدرون يعبدون الله في سلام. الحجاج كان يحكم المسلمين وهو ما يصلي حتى، رغم أنه حافظ للقرآن، لكن أجمعت الروايات أنه كان يتغيب ويتعذر عن الصلاة، يقول لهم صلي صلي بس أنا أتوضى دحين بس وألحقكم. مضت الأيام والحجاج يظلم الناس في مكة إلى عام 75 للهجرة، عندما توفى أخو عبد الملك بن مروان وحاكم العراق بشر بن مروان. وهنا جلس عبد الملك يفكر مين أخليه والي للعراق، وقال ما معي إلا الحجاج، دام أهل مكة يشتكون منه بسوي نفسي أني أسحبه من مكة علشانهم ويكون لي حسنة عندهم. وهو طبعا ما سحبه من مكة إلا لأن العراق كانت تحتاج لحاكم في ظل الأوضاع المضطربة. وفعلا
ذهب الحجاج إلى العراق، وفي بداية حكمه في العراق واجه الحجاج رجل يدعى عبد الرحمن ابن الأشعث. أباك تحط خطين تحت هذا الاسم وتركز عليه. هذا الرجل يملك نسب عالي ويقول أنه يعود إلى ملوك كندا، وكان يعتبر من كبار القوم في العراق ومن أصحاب التأثير القوي. وكان الحجاج يشعر أن هذا الرجل تهديد عليه أو على منصبه الجديد كحاكم للعراق. وجلس الحجاج يفكر، إيش أسوي عشان أتخلص من هذا الرجل ابن الأشعث؟ وفجأة جت فكرة خيالية ما تخطر حتى على بال إبليس. قال الحل إني أأمر هذا الرجل أن يقود جيش ويتجه للشمال لأجل إنشاء فتوحات إسلامية في باقي الدول. والأساس طبعا من هذه الخطة هي التخلص من عبد الرحمن ابن الأشعث. وفعلا قاد ابن الأشعث الجيش وتمكن من فتح دول كثيرة في أشهر قليلة، لين جاء موسم الشتاء على ابن الأشعث، وقرر في ذلك الوقت التوقف عن الفتوحات إلى انتهاء الشتاء، ثم بعد ذلك إكمال الفتوحات في الشمال. فأرسل رسالة إلى الحجاج يخبره بتوقف الجيش وإكمال المهمة بعد الشتاء. فكان رد الحجاج على الرسالة، ما في راحة، دوس لين تصل لأكبر عدد من الفتوحات الإسلامية. فرد عليه ابن الأشعث، كيف نقاتل في الشتاء والجيش مو مؤهل لمثل هذه البيئة؟ ومع البرد الجوع يزيد والطعام يصير قليل وراح نموت في فترة قصيرة. فرد عليه الحجاج، ما في توقف، تكمل يعني تكمل. وهنا كانت بداية ثورة عبد الرحمن ابن الأشعث. يبغاني أموت في البرد، ها؟ طيب إيش رأيك إني بدل ما أروح للشمال أرجع لك وأقاتلك؟ قام ابن الأشعث بإنشاء ثورة ضد الحجاج، وجمع جميع الجيش في يده بهدف العودة للعراق وعزل الحكم من الحجاج. وأيد هذه الفكرة جميع الجيش، الكل يعاني من ظلم الحجاج والكل يبغى الحجاج خارج القيادة، لكن الوحيد اللي كان يبغى الحجاج في صفه هو الحاكم المطلق عبد الملك ابن مروان. وعبد الملك ابن مروان محتفظ بما كانت الحجاج، لأنه بالنسبة له السلاح اللي يقوم بالأعمال الجريئة والخبيثة اللي ما يقدر يقوم بها بنفسه. بدأ ابن الأشعث الزحف إلى دولة العراق لأجل خلع الحكم من الحجاج. وطبعا الحجاج بدأ يخاف، لأن جيش الأشعث ما هو بسيط، جيش جبار وفي عدد خيالي من الجنود. وفعلا وصلت جيوش ابن الأشعث إلى العراق، وحدثت ما يقارب 80 اشتباكات بين جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث. وهذا الرقم الخيالي من الحروب والاشتباكات كان في سنة واحدة. وفي أثناء هذه السنة التي كانت الحرب بين الأشعث والحجاج، كان عبد الملك ابن مروان يحاول أن يوقف هذه الحرب لكن ما قدر أبدا. ووصل عبد الملك لمرحلة الاختيار، أوقف في صف الأشعث ضد الحجاج أو أوقف في صف الحجاج ضد الأشعث وأنهي هذه الحرب. وهذا ما حدث يا صديقي. وقف عبد الملك في صف الحجاج وقام برسالة تعزيزات من الشام إلى الحجاج في العراق، ووقعت بين الحجاج والأشعث معركة طاحنة عرفت باسم دير الجماجم، ووصلت ضحايا هذه الحرب لأكثر من 120 مسلم، سواء كان من صف الأشعث أو من صف الحجاج. 120 ألف مسلم ماتوا جميعا. وهذه المعركة انتهت بفوز الحجاج. وبعد ما فاز الحجاج، قام عبد الرحمن بن الأشعث وهرب إلى الشمال خوفا من أن يقتل ويتمثل في جثته. هرب إلى أن وصل إلى رطبيل حاكم الترك، وقام بالاختباء عند رطبيل. لكن تتوقع الحجاج بيسكت؟ مستحيل طبعا، بل أرسل خطابا موجه إلى ملك الترك، يقول في هذا الخطاب، إما أن ترسل لي رأس عبد الرحمن ابن الأشعث أو سأهجم عليك بأكثر من 150 ألف جندي. وطبعا رطبيل قال للأشعث، تعال تعال، جاي تتخبى عندي ها؟ يا حراس أفصلوا رأسه عن جسده، وضعوه في خيشة ثم أرسلوه للحجاج لإظهار حسن النية وعدم التعاون مع خائن ضدك. وهذا ما حدث بالضبط. بعد هذه الحادثة وانتهاء ثورة الأشعث، حكم الحجاج العراق ما يقارب 20 سنة. وفي هذه 20 سنة كان ينشر الخير والشر في نفس الوقت، ويقال أن الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها في هذه 20 سنة، مثل تنقيط جميع المصاحف والفتوحات الإسلامية التي أمر بها، كانت لهدف تأمين بقائه في الحكم وليس لأجل الدين. ولكن للأمانة هذا الشيء ما حد يقدر يحكم فيه إلا الله عز وجل.
وجل هو من يعلم بالخفايا والقلوب. مضت الأيام على الحجاج لين جاء اليوم اللي أصيب فيه بمرضين. المرض الأول يدعى داء الأكلة، وهو عبارة عن ديدان تأكل في جسده من الداخل. كان الحكيم يقوم بإدخال قطعة لحم مربوطة بخيط إلى معدة الحجاج، وعند إخراج هذه القطعة تكون اللحمة مغطاة بالديدان. أما المرض الثاني كان يسمى مرض الزمهرير، وهذا المرض هو الشعور بالبرد القارس مهما كانت الأجواء. كان الحجاج يشعر بالبرد لو إيش سوى. كان يأمر الخدم بإشعال الحطب ويقرب في هذا الحطب لين النار تلسع جسده، ويكون يحس بألم الحريق لكن ما يحس بالدفء نهائيا. وهذه المرضين هي التي تسببت في موته في عام 95 للهجرة. كانت هذه قصة الحجاج ابن يوسف الثقفي، أو كليب ابن يوسف الثقفي. إذا حبيت القصة لا تبخل علينا في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، إلا لو كان بيكلفك فلوس، فأبد ما أرضى عليك أي خسارة. سلام.